استنى شي ظبطت المحل عم بتكسر معه. بطل اشتري من عندك. يلا يحيى ظبط لهم رجلي لبابا. غلواتي شو حق عندك؟ 70 كلهم 70 مناطق. فرجيني يحيى شو قد لهم برجل عندك؟ قد الوجبه عندك؟ كثير علي. شو هذا السعر؟ 35. 35 سوي لي تنتين ثلاثه معناتها. يا بلاش. بس عندي وحده. طيبه لا ما طيبه؟ والله غلواتي بتعرف بلشت حقها؟ 27. لا الله بلا بلا انت غلواتي بلا 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 عم غلي علينا غلواتي. هيفا عندك عمو؟ هيفا عندك عمو؟ هذا لا يا جماعة لا حدا يشتري من عنده هذا. هذا غلواتي. هذا غلواتي. لا غلواتي انت اصلا طلع لك لا بحط له ناشفة ناشفة ما بحط له توم مثل عادي لا بحط له بطاطا هتضحك علينا بس عم تقصمني شوفة لحمي غلواتي انت ولا علاش هتاخذ 35 ليرة؟ ها؟ اشتكي عليك هاي بطاطا هاي الصلصة هاي تشوف الهمبرجر زين اشوف ايه والله محشية طلع جبنة كبابي لحمة بندورة لا زيك زيك تستاهل خلص بدي اعمل لك دعاية دخل العالم كله تشتري من عندها ماشي ورجيني بطاطا لشو مقلية على السوا اه يا عيني يا عيني يا عيني طيبه حطها بالصلصه والله انك معلمه يا ابني حاج حاج رجع له يا ما حبينا خده ورجيني شو بدهم برجر شلون وقت علي بنجيب لهم برجر شو بيعمل علي ايه بلا اللحم بلا الجبنه هي هي الجبنه ما بحبها بلا اللحم حتطلعها بلا اللحم كمان بحب اللحم هاي لحم الاش حتطلعها كمان خسة ما بطيل خسة بندورة ما بطيل بندورة ما بحبها خلينا على طول هي هلا رايح بنجيب لها صمونة بس لعلي حطي له صمونة قولي له خلاص هاي امورك انت ما حبيتها انت مطعمك مو طيب صباح الخير صباح الورد كيفكم يا احلى متابعين في الدنيا كلها علي صوتك علي بعلي صوته ورجيني وشك يلا قول طلع هون جنيم احلى عم بيخبزوا وبيطبخوا كواكي كواكي لك قال اجت الحزينه تفرح ما لقيت مطرح يوم رحت قلت بدي انه حلل بالمستوصف شفته الدكتورة طلبت مني تحليل لك انا دخلت لهنيك طفت الكهرباء من هون يا ما حظي ما اكوسه فاجلوني لبكره فهلا رح اروح شوي عند اهلي وارجع شي شوي على البيت وبكره برجع بجي يلا كسبت عشان ارجع اجي عند اهلي وقبل ما تبلشوا الفيديو تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس يلا نبلش تفضل يوم جاي قبل الشحادة وبنته يوم جاي من الصبح كرمال مستوصف ابني عم بدأ الجرس انا بقول لك حاج حاج او منسيت انه ما في كهرباء نشوف انها شاطرة بدها تفيد تفتح لي هلا اولى هون مبلش الفيديو معنا ودخلت لقيت الصبايا كلهم فايقين خليلي قلبهم عملوا لنا نص كافه فماما ما خلتني ارجع على البيت فضليت عند لتانيا وراحت معي على المستوصف مشان حلل دم وبعده رجعت لعندها على البيت وقضيت نص نهار عندها وبعدين رجعت على البيت كملت روتيني ببيتي شوفوا من بعد ما حلل لي الدم ما بعرف ليش ايدي زرقت كتير وهون بعد ما رجعنا نمت لي شوي لاني كنا فايقين كتير بكير واختي قالت لي بدها تعملنا اكله اسمها اكله تريد نحن بنقولها ابن عمي ما بحبها فمشان هيك انا ما بسويها ببيتي ابدا حطينا بهار وفليفله وبيضه مشان ما يفرط اللبن لاني كتير وتوم وملح وكاسه مي ومكعب ماجي هون بعد ما خفقتهم كلياتهم اختي على النار حطيت لهم ضافت لهم كاسه مي وهذا هو المكعب الماجي وبعدهم بتفتوا خبز بالصينية وبعد ما بيستوي اللبن بتكتوه فوق الخبز مشان يتشرب كلياته طبعا هم تكونوا مجهزين كل شيء بتقلوا لحمة وفوق اللحمة بتطقوا بيض بتحطوا بيض حسب انتو شقد بتحبوا البيض بس كل ما كانت كتيرة يعني الكمية كل ما بيطلع أطيب
هلا هون نحن عند اهلي، نحن وبيت عمي مجموعين، فكان التريت من تحت ايدين اختي كتير، كان طلع عمها طيب، هون اخواتي عم بيتفرجوا على القطط الصغار. امي صحيح عندها قطط وبتطعميهم، بس كتير بخافوا من خيالهم، يعني ما بخلوك تقربي عليهم ابدا. والله يا بنات ليش الكذب عن جد، الله لا يحرم حدا من اهله. والله يعني هلا صاير انه بالنسبه للمستوصف روحت المشفى وكذا، انا مالي غير اهلي وامي، يعني انه هي تروح معي على الاغلب، عرفتوا؟ فمشان هيك انه هدول قريبين كتير على اهلي، عرفتوا؟ فمشان هيك انه انا بروح عند امي مشان اخذها وروح، يعني قريبين كتير عليها، وانا بكسبها انه بقول بطلع بكير احسن، مشان انه فرد مره منا انه جيت شفتهم، ومنا انه راحت معي ماما عند الدكتورة. هلا بعد ما حللت قالوا لي بالمستوصف انه بعد 3 أيام بيطلع التحليل، فان شاء الله انا تاني عم صور، يعني بكره لازم اروح اجيب التحليل، وان شاء الله يا رب انه ما يطلع معي لا فقر دم ولا شيء، لاني حكت لي الدكتورة انه اذا بطلع معك فقر دم او نقص اي شيء بجسمك ما بولدك بهي المشفى. فانا كثير حابه اولاد بهي المشفى الفيتالينا، ليش؟ لاني قريبه علي، ومشان اولادي كمان. شفتوا المشافي الحكوميه أقل شيء بدك تضلي فيها 3 أيام، هي أقل شيء 3 أيام أو يومين، عاد ما هيك يعني شو بدي لكم، عاد ما هيك منونين كتير، لدرجة إنه ما بصير تطلعي لما يضل تحليل إلا ما عملوا لك إلك وللبيبي وعلى 24. أما هون بالمشفى مثلا من الصبح للمساء شغلة 5 ساعات وبخرجوكي، عرفتوا؟ واللي عنده أولاد صغار والله ما بنصح أبدا تروح تولد مشافي حكومي، لأن المشافي الحكومية هي صحيح كويسة، وعلى فكرة يعني الدواء عندهم والأجهزة أحسن من كتير من المشافي الخاصة، بس مثل ما قلت لكم انه بعذبوكم كتير بالنسبه للتحاليل وهيك شغلات، فمثل بوجعوا لكم راسكم. من عدا هيك انه بعيدين كتير عن منطقتنا، ويعني هي ابن عمي ديلكع نهار ويلكع، ولا الواحد يعني بلكع بدال نهار واحد، بينما ديلكع 3 أيام يضل هنيك معي، لاني اجباري بده يضل معي، يعني لو انه مثلا بيروح المساء هو ما بيخلوه ينام معي، بيروح المساء بيرجع الصبح. فمشان هيك ادعوا لي، بدي دعواتكم ان شاء الله يا رب ما يطلع معي شيء ابدا، وتقلي كل وضعك تمام، لاني والله عم بشرب حليب وعم بشرب فيتامين وما عم تعب حالي، وبس الله يكمل لي على خير واخلص بقى وتجي البيبيه بخير وسلامه. قلت رح اكبس مخلل، شوفوا هذا الظرف كتير كويس، بدكم تصوروه. رح شكرن، مش عندي جزر، كليفه، خيار، قطه، كلها رح اكبسهم مع بعض، تطلع كتير طيبة. المخلل المشكل طلعوا قطة وجزر وفليفلة، الفليفلة هيك ساويت أنا، بس قطعت راسه. عندي هون خيارات قسمتهم هيك بالنص، كمان رح أطلع. طلعوا القطة هلا وقتها، غسلتها كلها منيح بس اكبسها. هلا اذا عندك الخيار هاي كتير كبيرة نقصها بالنص ما بقصر، شايفين شلون ريحة الخيار هلا لاني وقتها. هلا التوم هيك كله قشرته، رح اقطعه بكر وكته، شوفوا شلون. هلا بتعرفوا خل التفاح الابيض، بس انا قلبته هنا عنينه صغيره، بس هو بيجي قنينه كبيره، رح كده يعني تقريبا ملات معلقتين كبار. هذا الظرف كمان رح كده كله وقته، هاد بنباع حصرة من البازار، سعره 2.5 ليرة. كده كله فيكن هلا تروبوا له مي انتو، بس لا انا ما رح روب له مي، هيك بسرعه هلا بتلو مي وبقلبها فيه هيك شغله ساعه. بتلو معلقتين ملح، هلا انا حطيتهم معلقتين، وبعد شوي دقته فلقيت لا بده كمان، يعني تقريبا حطيت 5 معالق ملح. محليمون رح احطه معلقه كبيره ودوقه حمضه، يعني هلا شوي بدوق حمضه. 5 معلقة فيكن انتو تحطون كلياتهم بتشط وتحركون وتفتوا له المي، بس هيك يعني انه يعني اسرع. هلا بعد ما غيرت له مي حسيت ملحه قليل، قلت بحط له كمان ملح.
هاي بكون جاهز بس يستوي. رح ورجيكم اياه عن جد طعمته بتجنن هيك بقرمش قرمشة. انا كبست قبل هالمرة مطربان صغير كتير طلع طيب. هاي الظرف اللي عم نحطه واللي عم نجيبه من البازار كتير بحافظ لك على المخلل لو وش قد ما ضل عندك، ولا بخليه يرتخي قد ما الخيار كان كبير ما بخليه يرتخي. وبعد ما كبست وخلصت قلت بدي اطبخ سبانغية، كان ابن عمي جاي عباله سبانغية. حطيت ثوم ولحمة ودهنة وكزبرة، وعندي هاي السبانغ كنت مفرجته بعلبة بالفريزر فطلعته وهو لازم يكون جمدان، وحطيته بالمقلاي وغطيته حتى داب. فيكن كمان تحطوا معلقة مية فرنجي بتطلع كتير طيبة وصحة وألف أنا عقلبن. وهيك بالأخير طلع معي الأكل، يعني لحقته بسرعة مشان أخلص وبس. كان فيديو اليوم وبدي دعواتكن، وخليلي قلبكن يا بنات لا تنسوني من لايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس مشان نكبر أكتر وأكتر مع بعض. وخليلي قلب كل الصبايا اللي عم تكتب لي تعليقات حلوة وتحط لي لايكات من تحت إيديها، ويعطيكن ألف عافية وبحبكن كتير، ويسلم لي إيديكن كلياتكن وسلامات.